السلام عليكم. عليكم السلام. ليش تخاف من الذيب؟ بياكلني. ما بياكلك، ما بياكلك، هو بس ياكل بعض الانديه اللي تلعب مع الفجيره، نحن ناكلهم بس. هيه. شو اسمك؟ مدحب. من وين؟ من الامارات. من وين؟ من الامارات، من الفجيره ولا؟ طويله. يا مرحبا، ايش حالك؟ كل شيء تمام عندك؟ هيه. عاد توا شفنا ربيعك من طويله كان ماسك كوفي، وين الكوفي مالك انت؟ حقيتها. حقيتها. زين انا بسالك سؤال عشان تفوز معانا اليوم وتستانس، وهي هديه بنقدمها من نادي الفجيره. ولا شو رايك نعطيك، لا نعطيك هنا هديه زين، لانك انت من الطويله. زين، اكبر قاره في العالم؟ اسيا. يا اخي انت بطل، ما شاء الله عليك، اجابه صحيحه، وهذه هديه من نادي الفجيره، تستاهل. تعال سلم زين علينا على طول، نسيتنا. قول مع السلامه للكاميرا. سلامة. قول يلا فجراوي بصوت عالي. يلا شو؟ فجراوي. فجراوي. مع السلامة، مكملين معاكم. تعرف عليك؟ اسماعيل الفارسي. وسهلا، تعرف عليك؟ اسماعيل الفارسي. أنا أتوقع هذا أخوك مو بولدك، ما شاء الله عليك ما يبين عليك أنها ولدك، ها؟ إيش حالكم؟ إن شاء الله طيبين. نحن في فقرة يلا فجراوي. حياك الله. تعال نشوف، وأنا ناوي أسألك سؤال. تعال محمد تعال. أول شيء وين تشجع؟ ليش تشجع؟ أنا ريال مدريد. أنت ليش ما تحب الكاميرا؟ خلي الكاميرا تشوفك، خلينا بين بينكم. والوالد وين يشجع؟ برشلونة العكس. أوه، أظن أنتوا يعني في الكلاسيكو ما تنامون. ها؟ ما تنامون؟ ما تن. هو أحد على الطرف. ولا في روح رياضية؟ كنا روح رياضية. في روح رياضية. زين أنا بسألك سؤال، بما أنك أنت مدريدي. الفيل اللي ما ينط، شو اسمه؟ اوه انا جاوبت. الحيوان اللي ما ينط، سوري، شو اسمه؟ فيل. اوه الفيل، صح، ما شاء الله جاوب. وهذه هديه مقدمه من نادي الفجيره، تفضل. ها شوف، استلم الهديه. هذه هديه مقدمه من نادي الفجيره في فقره يلا فجراوي. ابا اسمع منك يلا فجراوي. يلا فجراوي. بالي الكاميرا اقولها صوت عالي. يلا فجراوي. مبروك عليك وتستاهل. شكرا لك، مشكورين، حياكم، شرفنا. مع السلامه. حياكم الله، مع السلامه. شو تتعرف عليك؟ عبد الله. من وين يا عبد الله؟ من الأردن. من الأردن. من الفجيرة، قاعد في الفجيرة؟ أنا قاعد في الفجيرة عشان عندي بطولة. شو رأيك في أجواء الفجيرة والبطولة؟ كيف تشوف أجواء البطولة؟ والله البطولة يعني حلوة، والفجيرة يعني جوها حلو بعد، والجبال والمناظر حلوة يعني. شوف، نحن في فقرة يلا فجراوي، وهذا الذيب الفجراوي، وهذه هدايا تقدم من نادي الفجيرة بدون سؤال، لأنك أنت ضيفنا جاي من الأردن، هذه هدية من نادي الفجيرة لك. شكرا. العفو، تفضل، وبالتوفيق لك في البطولة إن شاء الله. مشكور. تمام، مشكور. وإذا كنت حاضر والفجيرة يلعب، نتمنى أنك تحضر مباريات الفجيرة إن شاء الله. أنا بحضرها كلها إن شاء الله. كيف تحضرها وأنت في الأردن؟ لا أنا مو في الأردن، أنا عايش هنا. خلاص أنا برجع بسألك السؤال، أنك أنت عايش هنا، أنت كنت عندك بطولة، خدعتنا. زين، شو اسم مدرب نادي الفجيرة؟ في وايد مدربين. المدرب الحالي كابتن، دقيقة بس، كان محترف لنادي الفجيرة، مجيد بقرة. يمكن أنا غششتك غلط يا أخي، أنت ليش تسمع إجابتي؟ ما تستاهل، تستاهل صح، الكابتن مجيد بقرة، مبروك عليك. يلا مع السلامة، تستاهل، في أمان الله. طبعا يلا يلا يا ذيب، نكمل جولتنا في الفجيرة مول. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش حالك؟ خير. شو تلعب؟ فورتنايت. ليش ما تلعب فيفا؟ ما احب اسولف. ما تحب اسولف؟ ما بعطيك الجائزة انا. شو اسمك؟ علي. علي محمد هاشم. تعال هنا علي، تعال هنا. تحب تلعب فيفا؟ ها؟ تحب تلعب فيفا؟ ايه. زين. انت من وين؟ من حنيا. من وين؟ حنيا. وانت من وين؟ الحنيه معاه. ما شاء الله، اثنيناتكم من هناك. تشجعون الفجيره؟ نعم. ايه. تشجع الفجيره؟ ايه. تشوف كل المباريات؟ ايه. الحين بسالكم انا سؤال، واللي يفوز بهالسؤال بيربح جائزه في اكاديميه نادي الفجيره لكره القدم. خطير هالشيء، شو؟
انت شو ها اساس انك انت بتجاوب؟ انت انا اتوقع انك ما بتعرف تجاوب. زين اعطيني الجير انا بعديك الحين بعدي لك هذا اطول نهر في العالم. امازون. اطول نهر في العالم. فجار. شوف كيف يا انا مو بكذاب انا قلت لك انت تسمع انا اعطيتك خيارات. زين ايش اسوي انت اللي قلت لي كذا يعني الحين انا قلت لك انا مو بغلط انا قلت اشوفك انت تعرف هي ولا لا. لا لا. زين نهر ال نهر ال نهر الجبل صح ولا غلط؟ غلط. نهر النيل صح ولا غلط؟ صح. الحين نهر الجبل ولا نهر النيل؟ النيل. صح ولا غلط؟ صح. نهر الجبل صح ولا غلط؟ غلط. خلاص الحين انا ما اعرف شو اختاروا بسرعه اساس ان احنا نخلص اللقاء ونربحكم. خلاص زين وين يقع اكبر نهر في العالم؟ نهر النيل وين يقع؟ يقع في جمهورية مصر وهذه جائزة مقدمة من نادي الفجيرة اشتراك لمدة سنة في أكاديمية نادي الفجيرة لكرة القدم. ليش زعلان زين؟ ما زعلان. استانس قول الكاميرا شكرا. شكرا. قول يلا فجراوي بصوت عالي. شكرا. يلا فجراوي بصوت عالي. شكرا. يلا فجراوي أبى أسمعها منك قول يلا فجراوي للكاميرا. يلا فجراوي. أنت ما عندك أقل من شي؟ لا. صوتك أعلى أعلى. شجراوي. يلا شكرا. لا.